بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة والنصر للمتقين. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نحن حرائر حلب وريفها نحدثكم، وقلوبنا يعتصرها الألم مما نعايشه ويشاهده العالم من أقصى فنون التعذيب الوحشي والقتل الجماعي والتطهير والإبادة العرقية والاعتقال التعسفي الممنهج على أيدي العصابة الأسدية بحق أهلنا في سوريا الكرامة، في سوريا المستعمرة والمغتصبة من قبل عصابة الطاغية بشار وزمرته الفاسدة، ومن ورائهم أعوانهم من المافيا الروسية والصينية وأعداء الإسلام من جيش الصدر المجرم والحرس الثوري الصفوي وفيلق غدر المجوس وحزب اللات حامي حمى الصهاينة وجيش المالكي حامي حمى أمريكا. ولكن الله لهم بالمرصاد، فهو يمهل ولا يهمل. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. أو تظن يا بشار الخائن، يا فرعون هذا العصر ومن معك، أن الله غافلا عما ترتكبوه من مجازر وحشية وإبادة عرقية بحق الشعب السوري المسلم؟ أو تظن يا ذنب خنزير المجوس والصهاينة، أن الناس لا تدري لماذا كل هذا الفتك والقتل والإبادة بحق هذا الشعب الأعزل؟ كل هذا القتل لأن الشعب مسلم موحد، أنتم أردتموها طائفية وحربا أهلية وعرقية. هكذا جاءتك الأوامر من أسيادك من المعسكر الغربي وصديقه الشرقي والصهيوني. حمص الآن، الآن تدك بأقوى الأسلحة الثقيلة وتهدم المباني على ساكنيها. لكم الله يا أهلنا في حمص، لكم الله يا أهلنا في حمص. ثم يخرج أبواق النظام، ثم يخرج أبواق النظام الوحشي الصفوي وإعلامه الكاذب ونبيحته، ويمارسون التشبيح الإعلامي الهابط حتى أن الكذب لم يعد يصدقهم وعجز من نباحهم وعوائهم. ونحن نقول: فلتخسأوا، فلتخسأوا، ولتسمعوا أن الشعب لن أن الشعب السوري لن يركع إلا لله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. والله سبحانه فرجه قريب وقاصده لا يخيب، ونصره أكيد أكيد على هؤلاء الطغاة العبيد. نحن حرائر حلب وريفها نرفع رؤوسنا بالجيش الحر البطل، فهو الدرع لنا بإذن الله بعد الله سبحانه وتعالى. والشهادة في سبيل الله عنده حلم وأمل، والعصابة الوحشية الأسدية من سترحل بإذن الله عز وجل. نحيي ونؤيد ونقف صفا واحدا مع قدوتنا الشيخ عدنان العرعور شيخ المجاهدين، فالشعب تعلم منك كيف يثور ضد الظلم وضد الجور. عشت والله وعاشت ثورتنا ثورة الكرامة والنور، وبعون الله الشعب الحر منصور. نشد على يديك يا شيخنا ونطلب منك التدخل الفوري لإعادة هيكلة المجلس الوطني وتطهيره من الخونة، وأخذ زمام الأمور بيدك، ونحن كلنا معك صفا واحدا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. ونحيي إخواننا الأحرار من الإعلاميين الأبطال، فعزيمتكم تهز الجبال وبطولاتكم دروس للأجيال. بوركتم بوركتم، فكل واحد منكم فعاله فعال أمة في هذه الظروف المدلهمة. ففي القدس رجل أمة مجاهد يسمى رائد صلاح، وفي حمص العدية رجل أمة مجاهد يسمى خالد أبو صلاح، فكلهم صلاح
وكلنا أحفاد صلاح الدين بعون الله. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نحن حرائر حلب وريفها نثمن ونبارك خروج أهلنا الأحرار في حلب الشهباء ومن قبلهم الريف الحلبي الأبي الملتهب، فأنتم مسك الختام، فاستمروا والله معكم. ونناشد أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب الكلمة الشرفاء، يا صناع العقول والرجال، ألم تشاهد ظلم الطغاة قد عم في البلاد وطال؟ ونناشد أصحاب الأموال والنفوذ من تجار سوريا عامة وتجار حلب خاصة بعدم دعم هذه العصابة الوحشية والوقوف صفا واحدا مع أصحاب الحق. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ نناشدكم جميعا أن تصدعوا بقول الحق وليس غير الحق. فأعظم الجهاد، فأعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ماذا دهاكم؟ ماذا دهاكم؟ تنتظرون أن يطول بكم الأمد وتردون إلى أرذل العمر كحسون والبوطي وغيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الكل محاسب أمام الله والأعمال مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نحن حرائر حلب وريفها نناشد حكام العرب، نناشد دول الخليج والدول العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم الشعب السوري المسلم الموحد الذي يذبح لعقيدته، والوقوف وقفة صادقة، والوقوف وقفة صادقة معنا، واتخاذ القرارات الصارمة بحق هذه العصابة الحاكمة في اجتماعاتكم المنعقدة لصالح إنهاء المسألة ونصرة المظلومين. فأنتم كما عودتمونا أصحاب نخوة وأياد بيضاء. يا أبا متعب، يا أبا متعب، يا خادم الحرمين الشريفين، يا خادم الحرمين الشريفين، بحق الأخوة، بحق الأخوة، يا الله، يا الله، نثمن، نثمن ونبارك لدول الخليج قرارهم بسحب سفرائهم وطرد سفراء المافيا الأسدية، وننتظر المزيد منكم ومن كل الدول، ونناشد المنظمات الإنسانية للقيام بدورهم الإنساني المزعوم والوقوف بصدق مع الشعب السوري المنكوب وتجريم النظام الوحشي وكشف مجازره الوحشية ومد يد العون والمساعدات الإنسانية والطبية. عجل الله لنا بالفرج والنصر، ورحم الله الشهداء، وعجل للجرحى بالشفاء، والحرية للأسرى الأبرياء، والكرامة للشعب الإباء، والفرحة بإذن الله بالنصر والجلاء، والظالم من اتعظ بغيره. عشت معاشة سورية حرة أبية، ويسقط بشار الأسد. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله